انضاف لي مؤمن زكريا. نطمن برضو من كابتن مجدي عبد الغني، يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي وعضو مجلس اتحاد الكوره. يعني كابتن مجدي، مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير، ازيك يا فاروق؟ كابتن شريف، كابتن مجدي عليه كابتن جمال. ومين معاك تاني؟ جمال، كابتن جمال السيد طبعا. وجمال السيد طبعا، سلم لي عليه. كابتن تحياتي ليك كابتن، ودايما بتفائل بحضرتك لما بتتكلم دايما للنادي الاهلي. رؤيتك للمباراه بكره يا كابتن؟ يا رب يا فاروق، والله ربنا يسهل. والله طبعا ماتش مش سهل، لكن اعتقد ان الجهاز الفني واللعيبه عارفين انها مباراه مش سهله، وانها محتاجه مجهود كبير جدا عشان نقدر نعوض النتيجه اللي حصلت في القاهره. وطبعا يعني مش مستحيل ان النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، لان عملها النادي الاهلي قبل كده كتير. صحيح. وان شاء الله باذن الله يقدر بكره يعملها. ممكن الظروف تبقى معاكسة شويه، ممكن الظروف ما تبقاش هي نفس الظروف، لكن كلنا عندنا امل في الله سبحانه وتعالى ان يعني النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه بامر الله، ويقدر يتخطى العقبه دي من خلال تونس في تونس باذن الله، من خلال تراجع في تراجع. ان شاء الله كابتن، يعني حضرتك نجم كبير، واكيد المواقف دي، انا كنت بتكلم كابتن شريف وكابتن جمال، اكيد خطوا هذه المواقف كابتن، مطلوب من اللاعبين في مباراه زي كده داخل الملعب، يعني خلاص احنا دي عمليه تركيز حاليا دلوقتي، خلاص النهارده هيناموا بدري ويبتدوا يجهزوا نفسهم للمباراه، ولكن بقى مجرد لما بتنزل الملعب اللاعبين مطلوب منهم ايه يا كابتن؟ مطلوب اصرار وعزيمه واراده. يعني انت الامكانيات تقريبا متساويه. يعني او يمكن النادي الاهلي افضل حاجه بسيطه عن فريق الترجي، لكن الاصرار والعزيمه والروح والجهد اللي هيتبذل، والفريق اللي هيبقى نازل حاطط، يعني فريق النادي الاهلي مطلوب من اللعيبه انها تنزل بكره ما عندهاش حل تاني غير ان تدافع كويس قوي عشان ما يجيش فيها جول، وتهاجم كويس عشان تقدر تجيب جول. يعني مطلوب منها معادله بمنتهى الصعوبه طبعا، تعمل الاثنين بنفس القوه. وده مش هيجي غير لما يبقى انت عندك عزيمه واصرار جواك وروحك عاليه ورايح واثق في نفسك، ولازم تطلع كل اللي عندك وكل ما اتيت من موهبه وملكات وقوه وجري واصرار وكل المهارات اللي ربنا اداها لك لازم تحطها بكره، لان الحاجات دي ما بتظهرش غير في مباريات معينه. يعني هو ده توقيتها. صحيح يا كابتن. اوقات كتيره جدا بتروح تلعب في افريقيا تتعادل 0-0، تيجي المباراه بتبقى سهله بالنسبه لك، مش محتاج تطلع 100%، بتلاقي نفسك بتطلع 60-70%، ولان المباراه ماشيه عادي وطبيعيه. انما مباراه زي دي انت محتاج تطلع 150% عشان تقدر انك انت توصل للهدف، لان الهدف خلاص انت دلوقتي زنقت على نفسك مباراه القاهره، فمحتاج انك انت تعوض في مباراه تونس. فيعني هي عايزه اصرار. يعني ما اعرفش كابتن مجدي، انت يعني وجهه نظري انا ان فريق الترجي جه حظ فيك هنا هدفين، وانت باسمك الكبير المواضيع برضو يعني متساويه، انت تقدر تكسبه وتحرز فيه ايضا اهداف. أيوة، يعني تقدر تحرز اهداف طبعا، ما فيش شك انك يعني هو دلوقتي احنا كل اللي بيتعبنا في المباريات اللي بره على فكره مش الاداء قد التحكيم، وقد لما بيبقى فيه ظروف معاكسه. لو التحكيم جيد، انا من وجهه نظري النادي الاهلي عنده الامكانيات في لعيبته وفي الجهاز الفني انه يقدر باذن الله يجيب اهداف بكره. بس المهم هنا انت عندك معادله صعبه، انك بكره انت عايز تجيبه ما يجيش فيك. صحيح. فازاي انت تبتدي تجيب اهداف وازاي ما يجيش فيك اهداف؟ هي دي النقطه اللي في منتهى القوه، ولو جبت بدري هل هتفضل تدافع طول المباراه عشان ما يجيش فيك اهداف؟ صحيح. العمليه هنا بقى محتاجه توازن، محتاجه اللعيبه جوه الملعب، مش محتاجه جهاز فني ولا وهو يا كابتن خلي بالك، انت كابتن حسام كان عانينا في المباراه الاولى من ضياع اهداف، وعانينا ان حته الاخطاء اللي احنا اكتشفناها في ضيعنا وضيعنا فرص، وللاسف الاهداف اللي جت فينا كمان يعني اهداف ما هياش ملعوبه، كره عرضيه وتمركز خاطئ واللعيبه سرحانه فالمساله هنا مش مساله جهاز فني، المساله هنا مساله لعيبه، اللعيبه مركزه وكل واحد معينه علمان، وكل واحد مساق واحد فاضي جوه ال 18 مش هيجي فيه جون.
بتقطع الكوره وتنقل الهجمه بسرعه وبتعمل هجمه مرتده بمنتهى السرعه وبتقدر انك انت تستخدم سرعاتك هتجيب جون. انما لو لعبت ببطء، البطء وكسره الفكر والتفكير كتير وكره تحت رجلك والكلام دوت كان في الستينيات. صحيح. يعني الكره القديمه دي مش هتديك فرصه لا تعمل كاونتر اتاك ولا تخليك، انما انت دلوقتي اللي عنده سرعات هو اللي بيكسب. اللي بينقل بسرعه هو اللي بيكسب، اللي بيقطع وبيتحرك وبيعمل كاونتر اتاك بسرعه هو ده اللي بيكسب. صحيح. انما لو انت مسكته وقعدت تباصي بالعرض وترجع ورا وتستنى لما تلاقي حد تباصيله، ده طبعا مش هيساعدك في انك تحقق غرضك يعني. طيب كابتن مجدي، يعني توقعاتك غدا هل ممكن يبقى في تغيير في تشكيل فريق النادي الاهلي ولا كابتن حسام يبتدي بنفس تشكيله استاد اسكندريه او استاد برج العرب؟ والله يعني مش عارف. هو طبعا عايز اقول ان دائما وابدا الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي بتحب الاستقرار في التشكيل، يعني بتثبيت التشكيل ده سمه من سمات فريق النادي الاهلي. الا اللهم الا لو في اصابات، في حد حصل له حاجه، حتى لو في هبوط في المستوى النادي الاهلي بيصبر على لعيبته وبيفضل ما يعني. كابتن شريف بيقول لك قول يا كابتن، قول التشكيل رايك انت ايه؟ رايك ايه يعني التشكيل يلعب بيه هو بمعلول واللي انت شفتهم دول المره اللي فاتت ولا يبقى في تغيير؟ انا عايز رايك انت. لا ما اصل خد بالك يا شريف، يعني معلول الماتش اللي فات ما كانش كويس، بس ما عندكش افضل منه في ناحيه الليفت. بس عندي ديفندر احسن منه، هو ديفندر كمان مش قد كده يا مجدي. ما هو انت برضه مش ما هو انت ممكن انت بتلعب اثنين وسط ملعب، انت المفروض تميل حد من الهطات الديفندر عليه ولازم تديله حريه الـ 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 الحركه عشان انت محتاج تكسب، انت مش رايح بس تتعادل يا شريف. طب صبري الرحيل وحسين السيد، صبري الرحيل وحسين السيد معلش بعاد عن الملعب بقالهم فتره، خبرات بكره عشان ترميهم في مباراه زي دي يا شريف لا. وهو كابتن عارف كمان الترجي هناك بيلعب ازاي كمان كلاعب كان موجود ولاعب تونسي، يعني انت فكرك ان هم يلعبوا بنفس التيم يعني؟ انا شايف انه يلعب بنفس التشكيل لو عبد الله السعيد مجهد او عنده حاله اجهاد ممكن يتغير بصالح جمعه، انما لو عبد الله السعيد فايق وتمام وان شاء الله يكون سليم ما عندوش حاجه برضه يعني يبتدي بعبد الله السعيد بس هو عبد الله اصله لا غنى بعد حسام غالي، وكان لا غنى عن بلاي ميكر عندي يعني. انت لو شفته في الهاف تايم الاولاني في المصري هنا كان بيحرك نص الملعب وبيستلم ويسلم ويعمل، انت عارف دلوقتي احنا بقينا كابتن، احنا كان ال 11 لعيب عندنا بلاي ميكر، ما فيش حاجه اسمها بلاي ميكر في كره القدم، كل لعيب نازل الملعب لازم يبقى بلاي ميكر. احنا بنتكلم على غرار الماتش اللي حصل، على غرار المباراه الاولانيه. لا انا عايز اقول لك حاجه، انت كنت بتعرف تعمل باصه توصل بيها زميل ليك للجول، وانا ديفندر بس كنت اعرف اعمل باصه اوصل بيها حد للجول. يعني مش هنخلص منك، كلنا بلاي ميكر. انت كنت بتعمل عرضيات ياما صياد روس حربه يجيبوا جوال. كابتن بدري انت الجيل بتاعكم كان جيل جامد قوي يا كابتن، كلكم بلاي ميكر فعلا. احنا بنقول هو اللعيبه فاروق اللي في الملعب. طبعا لازم كلهم يعرفوا باصوا مواضيع كرة القدم، وانت اصلا لازم تعرف ازاي تتابع. صحيح لا صحيح صحيح صحيح, صحيح, صحيح. انما المعارف ما بنقولكش رقص فرقه وروح على الجول. لا طبعا لا طبعا يا كابتن، عشان واحد ميسي مفيش غير ميسي واحد في العالم، مفيش غير رونالدو واحد، يعني رونالدو واحد في العالم. يعني اللي احنا عايزين نقوله ان في بديهيات كرة القدم دي المفروض انها تبقى موجوده عند الناس كلها. مظبوط. طبعا مفيش شك ان واحد بيبقى الامكانيات اعلى شويه، عنده الملكه يعني عن لعيب. يعني بس النهارده ما تجيش تقول لي لما كان يغيب عندنا الخطيب ما كناش الفرقه ما كانتش بتتاثر، كنا بنطلع كسبانين. يعني الخطيب نجم النجوم، اما كان ما يلعبش الماتش ما كناش بنبقى نازلين مرعببين ونقول يا نهار ابيض النهارده ده ما لا ده اي حد فينا بيجيب اجواء. النادي الاهلي بس انتوا بتكسبوا بالعافيه برضه يا كابتن مجدي، من غير كابتن جيم كنتوا بتكسبوا بالعافيه. كابتن مجدي طيب عايز اكلمك على الجزء الامامي، يعني الشيخ وكان ابتدى كابتن وليد سليمان ولا الشيخ يا كابتن عبد الله بعد اذنك يعني. طبعا جونو اجايو امامه وليد ازارو، يعني هل ممكن
اختيار يختلف في هذه المباراه كانت بالنسبه لجوزيه؟ هو ازارو لابد منه لسرعته، لان السرعات مطلوبه جدا في مباراه زي دي، والكاونتر اتاك مطلوب جدا لمباراه زي دي. بس بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى والشعب المصري يدعي ان وليد ازارو يوفق في الفرص اللي تجيله. صحيح، ركز شويه، وليد ازارو في الماتش اللي في مصر هنا كنا ادينا الترجي 4، لكن للاسف الشديد ضيع كور سهله، حتى كون اللي جابه كرة لها قدامه فحطها جوه الجون، عامل بالظبط زي بتاع الفيصلي الاردني، برضه جبنا جون في اخر ثانيه هو جابه، برضه يعني كان سهل. انما الاجوان الصعبه وليد لسه ما ورناش ازاي بيعرف يجيب اجوان صعبه. فبنتمنى ان هو بيخلق على فكره فرص من سرعته والجري بتاعه، بيخلق فرص لاحراز اهداف، لكن لسه ما شفناش انه جاب اهداف في توقيت صعب يعني. صحيح، دي جزئيه، فلازم يلعب وليد ازارو. يعني الشيخ، انا شايف ان الشيخ يعني ايه، خبره وليد في مباراه زي دي محتاجينها اكتر من احمد الشيخ. يعني احمد الشيخ يمكن انا يعني احمد الشيخ طبعا من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا، هداف الدوري الممتاز العام الماضي يا كابتن. لا لا لا، من اللعيبه المميزه جدا، لكن 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 عايز اقول ان في مباريات ممكن الشيخ ما يوفقش، زي المباراه اللي فاتت ما كانش موفق في المباراه اللي فاتت، ولا حتى في مع منتخب المحليين لما رحنا لعبنا المغرب ما كانش موفق. ليه؟ واضح ان يعني ايه، ممكن يجي بالوقت والمباريات اللي جايه. انا من وجهه نظري وليد سليمان عنده خبره ومتحمس اكتر، واقدر استفيد بيه بالوقت اللي يقدر يديني فيه، يديني شوط وشويه، يديني اقل من شوط. بس وليد يعني عنده خبره الماتشات الصعبه دي اكتر من احمد الشيخ. صحيح، يعني دول ده بس اجاييه، لكن اجاييه وعبد الله زي ما هم كابتن. لا لا، زي ما هم ان شاء الله، ما فيش ان شاء الله مشاكل، وان شاء الله ان شاء الله خير يا كابتن، ربنا يوفقهم يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن مجدي، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، طبعا دائما بتفائل بيه. يعني كابتن مجدي من الناس الجميله اللي دايما بنسمع صوتها بنحس دايما في تفاؤل. بس انا عايز بقى بعد ما اقفل مع كابتن مجدي، بشكرك كابتن مجدي طبعا، يعني جزئيه عبد الله وجزئيه صالح او اللاعبين اللي ممكن كابتن مجدي يقول لازم يبقى كله حمودي. طبعا في طبعا لعيبه مميزه، حته في لعيبه بتختلف عن لعيبه كابتن، في حته ايه، في لعيبه ما بتعرفش ابدا تهدي الريتم في الملعب، وفي لعيبه تقدر تهدي الريتم في الملعب، في لعيبه بتبص بالشكل. بالظبط، الجزئيه دي مثلا موجوده في بعض اللاعبين زي عبد الله. ما ده اللي انا بقول.